سوري اتأخرت عليكم. لا بسيطة، ما مشكلة. أنا واسمه إيه ده أخو لين مسكنا في بعض في الجيم واتخانقنا النهاردة. أنت ورامي اتخانقتوا؟ هو سيزيف اتخانقت معاه. لا شوفي، أنت من إمتى بتعمل مشاكل؟ ساعة ما ابتديت أغير. شو خص الغيرة برامي؟ شبك احكي شوفي. في حاجة بينه وبين ميرا. عن جد عم تحكي؟ بين رامي وميرا؟ مستحيل. بعدين ما رامي متجوز. أو المتجوز ده بقى الهاني مفضلته علي. طب كيف عرفت؟ يعني أنت شفت شي بعينك، هي قالت لك؟ مش محتاجة هي اللي تقول لي. أنا شفت بعيني، شفت نظرات حب وغرام باينة، يعني مش محتاجة ذكاء. تعرف شو، أنا وياك شكلنا بهالموضوع منحوسين كتير. نحس ده سيبهولي أنا. أنت ما شاء الله عليك، ما فيش واحدة بتعرفك إلا لما بتحبك. وشو بينفعني هذا الحكي كلياته؟ إذا كلياتهم حبوني وأنا البنت الوحيدة اللي حبيتها ما قدرت إني أكون معها. وتركتها كرمالها. تركتها لحتى ما أذيها، لأني أنا بعرف إني أنا واحد مأذي. رجل أنت مش إنسان مؤذي خالص. أنت مفيش أطيب من قلبك. مشكلتك الوحيدة إن أنت لابس ماسك عامل فيها شرير، عايز تكره كل الناس فيك، عايز تبعد كل اللي بيحبوك من حواليك. ليه؟ يمكن لأني يمكن لأني بحس إني ما بستاهل إني أنحب. يا سيدي بقى، رغم الماسك والكلام اللي بتعمله ده كله برضه بيحبك.